وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون ووفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم بما يفعلون. الذنوب والمعاصي سبب من أسباب زوال النعم. هاتي دليل من القرآن على كده. ربنا يجعلنا جميعا من الفائزين. القرآن ذكر لنا الفائزين، ذكر الفوز العظيم، الفوز المبين، الفوز الكبير. نتعرف من منا على أنواع الفوز. الفوز المبين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه وذلك الفوز المبين. الفوز العظيم. قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك الفوز العظيم. كبير. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير. سورة بدأت بالتسبيح وانتهت بالتسبيح. حشر. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. نهايتها. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. ثلاث أصناف من الناس لا يهديهم الله أبدا، اذكريهم يا من. الظالمين، الكافرين، الفاسقين. هاتي آية للظالمين، للفاسقين، لمين تاني؟ للكافرين. للكافرين. ظالمين. ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. الكافرين. يا أيها
الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين. الفاسق استغفر لهم أو لا تستغفر لهم إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله والله لا يهدي القوم الفاسقين. صحابي من الصحابة لقب بذات الشهادتين. مين؟ أيوة مين؟ من الصحابة. مين؟ مش عارفة. سيدنا خزيمة ابن ثابت الأنصاري. طيب يا منة خلينا في القرآن. تمام. يوم القيامة ربنا نجينا من أهوال ومن عرصات يوم القيامة. ربنا قال لنا في آيات خطيرة جدا 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 الشمس يوم القيامة هتكون إيه؟ كورة. والنجوم انكدرت والجبال سيرت والعشار عطلت لا في نور سماء ولا في نور أرض. النور يوم القيامة هيكون جاي منين ومستمد منين يا من؟ هاتيلي آية ما ترديش. وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون. نسمع منك منا من أول ونفخ في الصور. ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون. ووفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم بما يفعلون. الذنوب والمعاصي سبب من أسباب زوال النعم. هاتي دليل من القرآن على كده. وضرب الله مثلا
قرية كانت آمنة مطمئنة قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. يوم القيامة في أرض المحشر الشيطان هيتكلم هيقول إيه؟ وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتمون من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم. ثلاث ألوان ذكروا في القرآن الكريم. الأصفر والأبيض والأسود. جميل. مش شرط نجيبه الآية خلاص؟ هي بتاع بكرة صفراء بتاع هلالكم هلالة الصيام. تمام. آخر سؤال، آية وحيدة في القرآن الكريم بدأت بحرف الظاء، آية واحدة بس. ظهر الفساد في البر والبحر. سمعين. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. ربنا يبارك في منة الله رمضان ويجعلها ويجعل أبنائنا جميعا من حفظة القرآن العاملين بالقرآن. قولوا آمين.